وصلنا لمساحتنا الغذائية الصحية، ورح نحكي اليوم أكيد مشاهدين عن أنماط الغذائية السليمة والعادات الصحية إن وجدت أو التزموا فيها العالم بمجتمعنا. أكيد ممكن تغيب عن أذهاننا بسبب ضغوطاتنا اليومية والعمل والحياة. أكيد رح نحكي اليوم عن النظام، كيف فينا نتبعه على قولة أريج، ما هو صعب أبدا. أكيد معنا أخصائية التغذية أريج درويش. صباحك يا أريج. صباح النور. يسعد صباحك يا أريج، واهلا وسهلا فيكي. بالبدايه نحن كثير بنسمع انه النظام الغذائي صحي، طيب شو هو؟ خلينا نتعرف عليه بالبدايه. هلا النظام الغذائي الصحي نحن بنقصد فيه انه هو النظام الغذائي اللي بيكون فيه كل المواد الغذائيه بدون ما نحذف اي نوع من العناصر الغذائيه الضروريه، فيه الفيتامينات والمعادن اللي نحن بنحتاجها، بيحتوي على الكربوهيدرات والبروتين والدهون بكميات مناسبه لجسمنا. هلا مثل ما قلتي انه دائما بقول انا انه اتباع نظام غذائي صحي شيء مو صعب، لانه للاسف انه نحن بنعتبر لما بدنا ننزل وزن او بدنا نمشي بنظام غذائي بنعتبرها هي فتره حرمان، او هي فتره انه نحن حنمشي بهذا الشيء بس نوصل للوزن اللي بدنا اياه، يعني نحن حنرجع لعاداتنا الغلط. نحن هذا الشيء اللي نحن بنتبعه غلط، او لما بنقسم الاكل لمجموعتين ممنوع ومسموح، هذا الشيء بيولد عنا رده فعل بدون ما نحس. صحيح. فنحن بنصير تلقائيا بنرغب بالشغلات اللي نحن ما لازم ناكلها. ما في اكل سيء واكل جيد، كل الاكل جيد، بس المهم انه نعرف كيف ناخده بطريقه صحيحه وبالكميه اللي بتناسبنا. يعني في كثير من الاشخاص ما بدنا شوكولا، ما بدنا نشويات، ما بدنا مكسرات، ما بدنا هاي الامور، هذا الشيء ابدا مو صح. نحن النظام الغذائي بيكون فيه كل المواد، حتى رز مسلوق بياكلوا، حتى الخبز يعني تمام، يعني بيحرموا حالهم لدرجه كثير كبيره، فهني بيوصلوا لمرحله انه خلص ما بقى بنقدر نحن نكمل. هون الغلط اللي نحن بنوقع فيه. نحن هو المطلوب الاعتدال، ناخذ كل شيء بس باعتدال بالكميات اللي عم ناخذها لحتى نقدر نحافظ على الشيء لفترات طويله، ما يكون في عندنا فتره محدده وبعدين نرجع نفرض على الآخر. أكيد أريج، يعني كثير من الأغلاط الشائعة وكثير من المعلومات المغلوطة اللي عم يقروها العالم وعم ياخدوها، إن كان من مواقع تواصل أو حتى من قيل عن قال، درجة آخر فترة مقاومة الجسم للإنسولين وهو عدة أنظمة، وكثير في ناس عم تصيب من وراها في أمراض عم يصير منها. صح. خلينا نحكي عن الأخطاء الشائعة وخاصة يمكن الرجيمات الدارجة مثل الكيتو، الصيام المتقطع، مقاومة الانسولين، فخلينا نحكي عنهم لانه اكثر شيء عم نسمع عنهم هلا. مزبوط، وللاسف انه كثير من الاشخاص ما عم تلجأ لاخصائي بهذا الموضوع. طبعا. فهي عم تفتح النت اي شيء موجود عم بتطبقه فورا. هذا الشيء حينعكس على صحتنا بشكل كثير كبير. هلا حتى في انظمه غذائيه تبع التمر واللبن، او نحن بنعتمد على نوع واحد من الاكل مثلا بس خيار بس تفاح لفترات كبيره، هذا الشيء جدا سيء. اول شيء نحن حننزل وزن، بس المشكله انه نحن ما حننزل وزن ما حنخسره من الدهون، نحن بنكون عم نخسر كتله العضل الموجوده بالجسم وبنكون عم نخسر السوائل الموجوده بالجسم، فهذا الشيء جدا سيء. لما نحن بننزل كتله العضل فنحن بنكون عم نخسر الجسم الفعال من الجسم المسؤول عن الحرق. نحن كل ما كانت كتله العضل عنا عاليه كل ما قدرنا نخسر وزن بشكل اسرع، فهي الانظمه نحن بتخلينا نخسر هي الكتله العضليه الموجوده. نظام الكيتو أنا حكيت عنه كتير، نحنا كنا نستخدمه للأشخاص اللي بيعانوا من نوبات سرع أو اللي بيكون في عندهم شحنات زايدة بالدماغ. أما نحنا الدراسات تبين انه نحن الاشخاص اللي عم بيتبعوا هذا الوزن عم بيكون عندهم نزول بالوزن اللي عم يتبعوا هذا النظام، بس صارت الاشخاص تتبعه بشكل كثير عشوائي، هو بيعتمد على رفع كميه الدهون. بس نحن لما بنقول رفع كميه الدهون ما بيعني انه عم نرفع الدهون الغير صحيه، يعني ما لازم ناكل نحن الشيبسات ولا لازم ناكل اكل جاهز بكميات كبيره، نحن لازم ناخذ بس بدهون صحيه. كمان في عنا كثير من الافكار عن النظام المتقطع، هو نظام كثير صح وكثير جيد بصراحه، حتى بيساعدنا انه نريح جسمنا بطريقه كثير سهله ونتخلص من كثير من المشاكل، بس المهم انه نتبعه تحت اشراف اخصائي، ما نفتح النت وناخذ اي نظام موجود ونمشي عليه. هلا في عنا كمان كثير شغلات بيستخدموها الاشخاص، مثلا عن مقاومه الانسولين، كثير من الاشخاص بتاخذ بديل السكر حتى ما بيكون فيها في عندها مشكله بالسكر، فبتلجأ لاستخدام السكرين حتى ما تاخذ السكر الابيض. هذا الشيء ممكن يعمل لها مقاومه بالانسولين، بالعكس هو حيضرها ما حيفيدها في حال ما كان في اساسا عندنا مشكله بالسكر. في كثير كمان من الاشخاص ما بين السكر والعسل، يعني بيصيروا بياخذوا عسل بكميات كثير كبيره مقابل انه هن يلغوا السكر الابيض. كمان العسل له فوائد طبعا كثير كبيره، بس لما بناخذه زياده عن الحد الطبيعي حيضرنا ما حيفيدنا.
وفي معلومة إنه معلقة العسل تبع الشاي فيها 64 سعرة حرارية مقابل 48 سعرة حرارية بالسكر الأبيض. فهو العسل فيه سعرات حرارية أكثر ففينا ناخده ولكن بكمية محدودة. تمام. في عنا كمان زيت الزيتون، يعني لما نحن بنحكي عن زيت الزيتون كلياتنا وقتها بنسأل إنه ما حدا بيقول ولا أي ضرر لزيت الزيتون، هو فعلا جدا مفيد وجدا ضروري، فيه أوميجا 3 وفيه دهون كمان مفيدة للجسم، بس كمان الأشخاص اللي بيتبعوا حميات وبيعتمدوا على زيت الزيتون بكميات كتير عالية حتى بنظام الكيتو بصيروا بياخدوا كميات كتير عالية من زيت الزيتون، نحن كل معلقة فيها 145 سعرة حرارية، فنحن بنكون عم ندخل كتير سعرات حرارية لجسمنا بدون ما يكون في إلها فوائد، فكتير ننتبه على الكميات يلي عم ناخذها بغض النظر عن المادة شو هي. أكيد أريج كتير من السيدات بيحبوا ينزلوا وزنهم بس وزنهم بيبقى ثابت، يعني بيعملوا حميات غذائية يمكن يمشوا بأي نظام الصيام التقطع أو الكيتو أو أي نظام تاني بس وزنهم بيبقى ثابت ما بينزلوا. طيب شو السبب؟ هذا السؤال كتير عم نسأله، شو السبب بهذا الشيء؟ تمام. هلا أول مشكلة ممكن تكون عندنا هي النظام الغذائي الغلط يلي هلا حكينا عنه، شو هي الأخطاء اللي نحن ممكن نرتكبها وما نكون نحن عارفين إنه هاي حضرنا. الشيء الثاني اللي كتير بيلعب دور أساسي كمان هو النوم. نحن دائما نربط الهرمون، في عنا هرمونات الجوع والشبع اللي هي الجليرين والليبتين، لما بيكون في عنا نحن نوم أقل من 7 ساعات بالنهار لفترات طويلة هذا الشيء بيأثر كتير على هاي الهرمونات، بيزيد من إفراز هرمون الشبع الجوع وبيقلل من إفراز هرمون الشبع، فهذا الشيء جدا مضر، بيخلينا نختار اختيارات عشوائية. كمان في كتير أشخاص بتعمل نظام غذائي صح بس ما بتكون مترافقة مع نشاط بدني صح. نحن مثل ما قلنا انه كتلة العضل هي المسؤولة عن الحرق بالجسم، فنحن لما بصير في عنا شيء بنسميه بلوك او ما عم ينزل الوزن فلازم نحن نلجأ للرياضة لنرفع كتلة العضل حتى يرجع جسمنا يحرق من اول وجديد. نعم. طب خلينا نحكي كمان على المكملات الغذائية اللي عم ياخذوها كل الصبايا هلا. في منا فاتح الشهية، في منهم عم ياخذوها بطريقة خطأ، في منهم عم ياخذوا الكولاجين وكمان بطريقة خطأ مشان يحافظوا على كمان نضارة البشرة. احكي لنا عن كمان هي الأخطاء الشائعة بالمكملات الغذائية والأشياء اللي بياخذوها الصبايا. تمام. هلا احنا في عنا فكرة دائما موجودة انه الفيتامينات فاتحة للشهية وبتزيد الوزن. الفكرة اللي لازم نعرفها انه نحن لما بيكون في عنا نقص بفيتامين معين بالجسم ابدا مو غلط انه ناخده وابدا ما حيسبب لنا زيادة بالوزن او يفتح الشهية اكتر من ما لازم. لما بيكون في عنا نقص لازم نعالجه عن طريق المكملات الغذائية لحتى ما تتأثر العمليات الاستقلابية بالجسم. هلا بالنسبة للكولاجين هو مهم وضروري ولكن ما لازم ناخده نحن قبل سن 35 لل 40 سنة، لأنه جسمنا قبل بهذا العمر بيكون أدران تماما، بيكون أدران ينتجه وبكميات كتير كافية. فنحن لما بدنا نبلش ناخد الكولاجين نحاول ناخده بعد عمر ال 40 سنة مع كميات من المي، كتير ضروري إنه ناخد الكولاجين مع كمية كافية من المي حتى نقدر نستفيد منه بشكل صحيح. تمام. أريس خلينا نحكي بشكل طبيعي وبشكل عام، كيف الواحد بده يقدر ينقص وزنه بالطريقة الصح؟ مثلا في عالم ما بتفطر، في عالم تاكل وجبة واحدة باليوم، في عالم في نظام جديد هو بس عبارة عن سوائل 3 أيام بس بتشربي سوائل، خلينا كمان نحكي عليه، شو هذا النظام وشو ممكن يفيد وشو ممكن يضر، يعني الآثار السلبية والإيجابية عن هذا الموضوع. تمام. هلا كثير من المراجعين وكثير من الاشخاص بسمع هاي الجمله متكرره كثير انه انا حسب اكلي وزني ما لازم يكون هيك، او على الاكل اللي باكله انا لازم ينزل وزني اكثر من هيك. الفكره يلي بدنا نعرفها انه نحن لما بناخذ كميات اكل او سعرات حراريه اقل من يلي بيحتاجها جسمنا فنحن مثل كانه عم نعطيه سعرات حراريه اكثر، يعني نحن لما بنكون عم ندخل سعرات حراريه قليله جسمنا بصير بخزن اي وجبه غذائيه بناخذها. في كثير من الاشخاص بسبب ساعات الشغل الطويله واغلب الوقت برا البيت بنعتمد على وجبه واحدة بالنهار وبتكون غالبا بفتره متاخره. هلا هذا الشيء بيخلي انه يصير في عنا نحن بطء بالحرق بالجسم، يوم عن يوم بنكون نحن عم نقتل نظام الحرق الموجود بجسمنا، فبدنا نحاول قد ما بنقدر انه ناخذ وجبات متعدده. نظام الوجبه الوحده او الوجبتين نظام جدا غلط، بيعمل كثير مشاكل وبيعمل كثير نقص بالفيتامينات الضروريه للحرق بجسمنا. نظام الديتوكس او نظام السوائل هلا ممكن نمشي على هاي السوائل ولكن بحالات معينه، ابدا ما لازم نمشي عليها لفترات طويله. ممكن نمشي عليها مثلا يوم بالاسبوع لحتى نقدر نحن نريح جسمنا، ممكن بالشهر كامل نعمل يومين او ثلاثه حتى نقدر نعملوا 3 ايام ورا بعض متواصل. تمام. عم بيصير في عنا نوبات بهبوط السكر، عم بيصير في عنا مشاكل كثير، حتى الجسم بيكون عم يخسر سوائل وكتله عضليه ما بيكون عم يخسر دهون. فكتير غلط انه نمشي بهاي الانظمه هي، خاصه بنشوفها لما بيكون في عنا مناسبه دائما نلجأ انه
انا عندي مناسبه الاسبوع الجاي فبدي انزل وزني 5 كيلو. هلا بدنا ننزلهم بس بطريقه صح، لانه نحن اذا نزلناهم بطريقه غلط ورجعنا اكلنا فنحن حنزيد ضعف الوزن يلي نزلنا. فكتير ضروري ننزل بطريقه صحيحه، والنزول السريع ابدا ما هو نزول صح. يعني هيك خلينا نحكي صحيا، قد ايه كم كيلو بالاسبوع اذا واحد عامل دايت لازم ينزل بالحد الطبيعي؟ ما بين الكيلو للكيلو ونص. طبعا هاي النسبه ممكن ترتفع اكثر في حال كان الشخص عنده زياده كتير كبيره بالوزن. يعني لما كل ما زادت كتله الدهون الموجوده عندنا كل ما كان نزولنا اسرع. لهيك دائما بنلاحظ انه اول ما بنبلش بحميه بينزل الوزن معنا بسهوله. اخر فينا نقول 5 كيلو شوي بيعذبوا الشخص قد ما كان وزنه. هذا الشيء طبيعي لانه نحن كل ما قلت نسبه الدهون بالجسم الجسم بصير بده يخبي هاي الدهون، فبصير الصعب انه نحرقها اكثر. بس بنقدر نحرقها لما بنرفع نسبه الرياضه او النشاط البدني. يعني نعم، اريج كثير من الاشخاص كمان بيحبوا الشوكولا، بيحبوا الوجبات السريعه وما بيقدروا يتخلوا عنها، وبنفس الوقت يعني حابين ينزلوا من وزنهم. شو ممكن تنصحيهم لهدول الاشخاص؟ كيف ممكن ما يحرموا حالهم مشان نفسيتهم كمان ما تتعب وينقصوا وزنهم بس بشكل منيح؟ تماما، هي الفكره اللي عم نحكي عليها اللي هي الاعتدال، انه نحن ما نحرم حالنا. فينا ناكل اكل جاهز وفينا ناكل شوكولا، بالعكس الشوكولا في لها منافع جدا ضروريه وجدا لازم نحن ناخذها، بس ما ناخذها بكميات كثير عاليه. يعني ممكن ناخذ مثلا قطعه شوكولا مرتين بالاسبوع لثلاث مرات بالاسبوع، ما في مشكله. وبعد فتره من ما نحن بنبلش بالنظام الغذائي نحن لحالنا بنصير بنعرف كيف نبدل. يعني مثلا انا اليوم شربت 3 بواحد فيه كميه سكريات ودهون كثير عاليه، فانا حالغي قطعه الشوكولا اللي لازم اكلها اليوم. فهي التبديلات نحن بنقدر ناخذ اي شيء بدنا اياه ولكن بكميات صحيحه خلال الاسبوع. طيب انت من خلال هيك عم تشوفي الصبايا اللي عم يلتزموا ببعض العادات الخاطئه، شو ابرز العادات الخاطئه ان كان صبايا ولا شباب حتى عم تشوفي عم تسبب يمكن ضعف بمناعة الجسم حتى؟ لأنه بنعرف حتى الرجيم بضعف مناعة الجسم. صح، لما بيكون نظام غذائي أو رجيم غلط أكيد حي هو يأثر على مناعة الجسم. هلأ أكثر الأشياء اللي بسمع أنه أنا موقف نشويات وسكريات، ما في عنا شيء اسمه نظام غذائي خالي من النشويات، لأنه النشويات موجودة بالخضروات، موجودة بالفواكه، موجودة بكل شيء ولكن بنسب مختلفة. فنحن منفضل أنه نأخذ كل شيء. يعني ممكن نأكل معجنات خلال الحمية الغذائية. يعني في كتير عالم تقولي ما عم بأكل خبز، ما عم بأكل رز، ما عم بأكل ماكرون، كل هاي الامور. هذا الشيء غلط لانه نحن طاقتنا بالاخر بناخذها من النشويات والكربوهيدرات اللي عم بتفوت على الجسم. فنحن وقت بنحرم جسمنا من هاي السكريات اللي عم بتفوت لجسمنا عم نعذب جسمنا اكثر بانه ياخذ الطاقه من الدهون. فنحن بنفضل انه نحن نبتعد عن هاي الانظمه الغذائيه. ما في شيء اسمه نظام خالي من النشويات، مفروض ناخذها ولكن بكميات صحيحه. تمام. كمان أريج كثير من السيدات بيعانوا من احتباس السوائل بالجسم، خلينا نحكي شو سببه وكيف ممكن السيدة تعالج حالها من هذا الموضوع. هلا نحن بشكل عام احتباس السوائل والمي هن بيكونوا شوي مرتبطين مع بعض. تمام. هلا نحن في عنا عادات غذائيه او عادات غلط شوي لناخذ المي فيها بكميه ما انا مزبوطه. اول العادات هي انه نحن كثير من الاشخاص بيتركوا حالهم كل النهار بدون مي، بيجوا اخر الليل مثلا بيشربوا 3 لتر او 4 لتر مي. هلا هون نحن بنكون للاسف انه نحن ما عم نستفيد صح من هاي المي، لانه بنكون عم نفوت كميه كثير عاليه، فجسمنا بصير بده يتخلص منها باسرع طريقه لانه ما حيقدر يتعامل مع كل هاي الكميه. هاي الغلط الاول. والشيء الثاني انه لما بناخذ كميات كبيره من المي فنحن هذا الشيء بياثر على انزيمات معينه موجوده باللعاب، بصير في عنا بطء بالهضم وعسر بالهضم. لهيك نحن دائما بنقول انه خلال الوجبات ما نشرب مي بكميات كبيره ونحاول نوزع كميه المي اللي لازم ناخذها على مدار النهار. وفي عنا كمان فكره كثير مهمه، هي اكثر بالصيف نحن بنعاني منها، انه الاشخاص اللي بيشربوا مي مضاف له ثلج او المي المجلد، المي البارد بنسبه عاليه اول شيء حيعمل لنا التهاب بالبلعوم وحيعمل لنا التهاب مزعجة شوي. الشيء الثاني انه هو بيأثر على الدهون يلي عم ناخذها مع الوجبة. يعني لما نحن بنكون اخذين وجبة غذائية وبنشرب بعدها كاسة مي مجلدة، هذا الشيء حيخلي الدهون تتسلب بالجسم، فهذا الشيء بيأثر على طريقة هضمه وممكن هذا يأثر على نزول الوزن. يعني احنا هاي اخطاء ممكن بنعملها بشكل احنا ما بنكون قاصدينه او ما بنعرف شو تأثيره. فلما بدنا نشرب مي خلال فترات النهار نحن نحاول ناخذها بس بطريقة فاترة او بدرجة حرارة مناسبة لدرجة الحرارة الموجودين فيها، ما ناخذها كتير باردة زيادة عن اللزوم. تمام. نعم. طب خلينا نحكي هيك اخيرا عن بعض النصائح اللي انت ممكن توجيهها لكل العالم اللي حابين هلا يضبطوا جسمهم لانه مقبلين على الصيف، يعني ربيع وصيف. وكمان يعني بالنسبه مثل ما قلتي لموضوع المي،
كم لتر لازم الواحد يشرب بالحد الطبيعي؟ وفي اخطاء شائعه مثلا قبل الاكل دغري بيشربوا مي مثلا ما في وقت، او بعد الاكل دغري مي، هدول عادات غلط كمان مثل ما قلتي بالهضم. تماما، هي اللي بتاثر اكثر على الهضم لما بناخذها بعد الوجبه. اما ممكن نحن قبل الوجبه ناخذها قبل الوجبه بربع ساعه على المي ما بتاثر ابدا. بس المهم انه نحن وعم ناكل ما انا كثير عادي صح، حتى كمان هي حتقلل كميه الاكل اللي عم ناكله، فحتحرمنا شوي من مغذيات نحن بدنا اياها. هلا اهم شيء وكثير بركز على هذا الموضوع انه نحن ما نتبع انظمه غذائيه عشوائيه، يعني الدايت اللي بيكون مناسب لك ما بيكون مناسب لي، ما بيكون مناسب لشخص اخر. هذا الشيء بيختلف حسب طول، حسب الوزن، حسب النظام الحياه، او حسب نظام الحركه الموجود عند الشخص. فنحن نحاول يكون النظام الغذائي اللي متبعينه مريح لنا لحتى ما نعتبره هم علينا، يعني ما يكون في عنا نعتبر انه نحن لا انا لازم افطر واتغدى واتعشى بهذا الوقت تحديدا. ما كثير مهم هذا الشيء، بقدر ما بهم انه نحن نكون مرتاحين بالشيء اللي عم نعمله. قد ما كنا مرتاحين بالنظام الغذائي اللي عم نتبعه قد ما كان عنا اسهل واستمراريه اكثر. اكيد. بالنسبه لكميه المي اللي نحن لازم نشربها، معادله كثير بسيطه بنقدر نحسبها، انه نضرب وزننا ب 0.030 بتطلع عنا كميه المي اللي نحن بنحتاجها. نحاول قد ما فينا انه نحن ناخذ هي الكميه خلال النهار بفترات متقطعه، بفترات الصيف او لما بيكون في عنا ممارسه لنشاط بدني بدنا نزيد هي الكميه تقريبا بحدود النص لتر. كثير ضروري وكثير مهم انه نحن نتبع هي الخطوات، كتير بسيطة وكتير سهلة لحتى نقدر ننزل وزننا بطريقة صحيحة. أكيد أريج، شكرا لك، شكرا على معلوماتك القيمة، شكرا لوجودك معنا.